أظهرت البيانات القادمة من هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن تراجع الحصة الفرنسية من كعكة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 77%، بحيث هبطت إلى 5 مليارات و700 مليون دولار، مما استدعى تحركات حكومية واسعة لوقف انحسار الأموال الأجنبية وتدعيم الاقتصاد الفرنسي بآليات تزيد من جاذبيته. القطاعان الرئيسيان اللذان يستقطبان الكثير من الاستثمارات والتمويل في ليون هما القطاع الصحي، أي علوم الحياة والتقانة الحيوية، والقطاع الثاني هو التكنولوجيا النظيفة مثل البيئة والطاقات النظيفة والجديدة والأبنية الذكية. 5% من القوى العاملة في فرنسا تنتمي للقطاع الصناعي، ويبدو أن هذا القطاع يحتل مراكز متقدمة من رفض الميزانية العامة للدولة، وهذا والعائد على هذا القطاع كان في العام الماضي قد تجاوز 75 مليار يورو. ويبدو أن السياسة الضريبية تتحمل الجزء الكبير من مسؤولية إضعاف انجذاب الاستثمار الأجنبي للعمل في فرنسا، كما أن الوقائع تشير إلى أن فرنسا من بين أعلى الدول الأوروبية في نسب الضرائب التي تتقاضاها، لكن في نفس الوقت لا تتوقف الحكومة عن تأكيد رغبتها في استقطاب استثمارات أجنبية بسبب التنوع الذي يحفل به الاقتصاد الفرنسي، باعتبار أن فرنسا تتمتع بتفرد في مجالات كثيرة من الأعمال قد لا تكون متواجدة في مناطق أخرى من أوروبا. نحن نسهل الروابط بين الشركات الأجنبية والشركات الفرنسية، فأنا أعلم جيدا أن الشركات التي ترغب بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا في فرنسا ترغب بضمان استثماراتها، ونحن لدينا هذا النوع من الاستثمارات، ونحن نعمل مع المناطق الفرنسية المختلفة للبحث عن شركاء فرنسيين للدخول في هذه الشراكات التكنولوجية. بشكل عام تسعى الحكومة إلى تليين القوانين وجعلها أكثر سهولة، وأطلقت بالفعل مبادرة جريئة لخفض تكلفة العمل عن طريق تحرير الشركات من نسبة كبيرة من المساهمات الاجتماعية المفروضة عليها لصناديق الصحة والبطالة والتقاعد، كما أنها تعمل من أجل عودة النمو الاقتصادي الذي يشكل تدفق الاستثمارات الأجنبية أحد المحركات الدافعة باتجاهه. طبعا اذا الواحد بده يفتح بزنس لازم يفتش على افضل لوكيشن. لو بورجي يعني احنا موجودين، هو نمبر 1 ايربورت بيوروب بالفلايت سبورت، عفوا بالهاندلنج واللاندنج، يعني عندك اكبر عدد من الطيارات بتنزل بكل اوروبا في مطار لو بورجي. البورجي بميز نفسه انه هو مور ذان يعني تقريبا دبل عن اي مطار ثاني بالموفمنت. اشتغلت فرنسا على استراتيجية الاستثمار بالتخصص والتميز، بحيث تظهر كل مدينة ولها طابعها الخاص في مجال الاستثمار والجذب السياحي، واستطاعت الكثير من المدن أن تكون وجهة مرغوبة لهذا المزيج من الأعمال المتنوعة. إنها تمطر في باريس كما أنها تمطر الكثير من السواح، وأكثر من 150 سائح يدخل فرنسا كل دقيقة، وهناك عدد من السواح تم تسجيله في 2013 تجاوز 87 مليون سائح. فرنسا تفتح أبوابها في كل المجالات ليس فقط على مستوى السياحة والضيافة، هي تريد اجتذاب أيضا نوعية أخرى من الناس الذين سيدخلون للاستثمارات في مجالات متعددة. نهى علي، CNBC عربية من باريس.